السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة جديدة من حصص التربية الإسلامية المكون التزكية. الهدف من هذه الحصة حفظ الصورة شفهياً، أن يفهم المتعلم المعنى العام للصورة، أن يشكر ربه الذي يطعمه ويسقيه. فهيا نتعرف على الصورة الجديدة. إذن الصورة التي نحن بصدد دراستها اليوم هي صورة قريش، فهيا لنستمع لهذه الصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش، إلافيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. نعيد مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش، إلافيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. نردد أبنائي هذه الآيات الآن مع شرح الكلمات. قريش اسم قبيلة عربية كانت تسكن مكة. لإلاف، الإلاف هو اعتياد الشيء وملازمته. رحلة الشتاء والصيف هي سفرهم للتجارة إلى اليمن في الشتاء وإلى الشام في الصيف. هذا البيت وهو الكعبة، بيت الله الحرام. إذن قريش هي قبيلة اعتادت على القيام برحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. والآن نفهم المعنى العام للصورة. يدور محور الصورة حول نعم الله الجليلة على قريش، وهي القبيلة التي كانت تعيش بمكة، حيث اعتادت القيام برحلتين، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة. وقد أكرم الله تعالى قريش بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة، وهما نعمة الأمن والاستقرار ونعمة الغنى واليسر، وأمرهم أن يعبدوه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والآن مع تقويم ودعم أتمم الآيات شفهيا. أقرأ أنا الآية وأنتم تتممون. بسم الله الرحمن الرحيم، لإلافي، نعم قريش، إلافيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا، نعم هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. جيد أبنائي. والآن أصل بخط الكلمة بما يناسبها. كانت قبيلة قريش تسكن في المدينة أم في مكة؟ نعم كانت قبيلة قريش تسكن في مكة. جيد أبنائي. أهتدي، أعبد الله وأشكره على نعمه وفضله العظيم في كل وقت وحين. أتشبع بالقيم، أتزكى وأعبد الله الذي يرزقني ويطعمني ويسقيني. أعيد مرة ثانية. أتزكى وأعبد الله الذي يرزقني ويطعمني ويسقيني. نحفظ هذه. أتزكى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا ربي يسر لنا أمرنا واحفظنا من كل شر. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه الحصة، وإلى اللقاء في حصة جديدة إن شاء الله. ولا تبخلوا عني باشتراكاتكم وإعجاباتكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم. وإلى اللقاء.